هكذا صار بشع. ايوه ارجع اقف هناك كده. طب خش لي كده عد. اوعى السمك يا سيدي اعرف الصوت. واقول يا اخوان يا اخوان يا اخوان خلاص نصور يا اخوان خسرناه وعول العصر. احنا قاعدين لينا تطار نزل علينا كده ضرب نار وولع وزي ما انت شايف كده وعلى عينك كده تكسير محلات تكسير محلات. لينا مجموعه كده ملسم ونزلت علينا كده ضرب نار يا مراد. وبعد شويه عرفنا ان في شباب ضربت بعضيها واحد اتقتل وهم جايين ياخدوا بالطار من البلد كلها. يعني بياخدوا الطار من البلد كلها مش من حد معين. الناس دي قاعده فين؟ الناس دي ساكنه فين؟ الناس دي ما نعرفش. احنا ناس ملسمه. ناس بتقول لك في العطر وناس بتقول لك بتاعت السعاده في الجزيره. يعني الله اعلم بيهم. بس احنا نعرف البور الاجراميه في العياط في العطر وفي الجزيره. ماشي حضرتك ما شفناش حد منهم والله. ومفيش تواجد امني خالص حضرتك؟ مفيش تواجد امني خالص من ساعه يوم 28 من يوم فندم دماغ يوم 28 يوم الاعتصام. يوم الاعتصام قنابل اتضربت اهي ودي قنبله اتضربت على دكاني انا جوه. ضربوها امبارح واحد من العمال عندي اتضرب بالنار في رجليه. هو بيقول عزلونا وبخش البيوت برضك ضرب علينا برضك بيوت خالص بيوت وينزل المساكن هنا سعادتك مبهدلين بيرمى علينا قنابل بيرمى علينا قنابل وخربين الدنيا ساعات. احنا مش ما بنعرفش نقف. بينزل ياخدوا علينا فرده بينزل ياخدوا علينا فرده بالسلاح وبياخدوا فلوس برضك يا باشا. امبارح بتاعت البلاء طبعا هم اللي مولعين طبعا هم اللي مولعين كل ده يا باشا. ساعات ده داخلين مولعونا هم اللي مولعين ده كله غير البيوت اللي قفلوا المحلات كلها مولعين البيوت ده ساعات كلها مقفل. انت بتطلع ساعات تشوف المحلات فوق عامله ازاي. مفيش حد لا من قوات امن ولا جيش ولا حاجه يرد علينا. مفيش شرطه ولا في جيش ولا في اي حاجه. يا باشا اقول لك بنجهز القوات بنقول له اقول لك شهرين بنجهز القوات يقول لك انا بجهز القوات. جا 3 دقايق الصبح بص ومشي وكل اللي انت شايفه ده خرب بيوت ولا عارفين ناكل عيد. انتوا ليه؟ بقول لك بيضربوا في التلفزيون بالنار واحد بيحوشه ضربوا في رجليه.